خوتي اخواتي، مرحبا بكم. اليوم غادي نقدم لكم لي بروشيت ديال لاداند. عندي هنايا لي بروشيت قطعتهم، يعني قطعات. عندي بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، عندي الكمون، الابزار، زرعه القزبر، التحميره، سكنجبير والملح بطبيعه الحال. وعندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال الزيت العود، وعندي هنا واحد البصله محكوكه، وعندي القليل من صلصه الصوجا اي صويا، عندي واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم مفرومين محكوكين، والربيع المعدنوس مقطع. ونبداو على بركه الله نخلطوا هاد المكونات. وما ننساش واحد المعلقه ديال الخل، لا واحد المعلقه ديال الخل. وغادي نخلط المكونات، غادي نضيف الزيت. وهانتوما معانا غديوه خفيفه ظريفه. بالمناسبه هاد لي بروشيت غادي نديرهم في البانيني، ساهلين. غادي نرافقهم مع زعلوك اي تكتوكه ديال الفلفله، التكتوكه ديال الفلفله الحمراء. غنديرها في الفلفله الحمراء وشويه ديال الفريت. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في صحه جيده وعلى ما يرام. وهانتوما معنا.